مشوارنا مكفى من لبنان وانا وعبد الله رجعنا اولاد صغار وفتنا على مدينه الملاهي. يا سلام، العاب كثير، اماكن حلوه، الوان، ذكر ايام الطفوله. اول شيء جاء على بالي الموسيقى حقت الملاهي، عبد الله ولا ممكن صدق نحن وين هلا ملاهي. كيف مدينه ملاهي؟ يعني انه شو اللي على راس الباص هلا تخدمنا على مدينه ملاهي؟ انت قد صار لك منك داعس مدينه ملاهي؟ والله صار لي سنين يا عبد وما رحت مدينه ملاهي، خاصه هذا الشيء ما شفته عمري 5 سنين اخر مره. ليك انا يمكن شفته من شي 6 سنين اخر مره لانه اخذت اولادي يعني، بس هلا بوجودي انا هون قد ايه بيجيني ذكريات عن شو كنا نعمل احنا وصغار. بس السؤال الاهم، احنا موجودين هنا ليش؟ ايش عند هذا البوس؟ في شيء من وراها، في شيء براسها البوس، لازم نعرف هلا قريبا شو طلبها. ايش رايك نلعب؟ يلا. اول لعبه قررنا تكون رولر كوستر. شفتها من بعيد، ما هي عاليه. يلا يا عبد. شو عبد الله حاسس رح يكون في خوف؟ لا انا خوف، انا مو دي عندي. لا انا ما خاف. انت بطل، انت عامل سكاي دايف، انت ناطط من علو يمكن 4-5 كيلو، ما عندك اي مشكله. انا اكيد ما عندي اي مشاكل. يلا مشينا. يلا خلينا نروح. الموضوع جد، من تحت شكلها ما هي عاليه. طلع تحتك شوي هون شو ذي. لا لا، عاليه عاليه عبدو. يلا حضر حالك. تعال شطارة بلا ما تتهدى، علي ايديك هيك، علي ايديك عبد الله. ايه شيلو شيلو شيلو. ايوه ما شفت شجاع فوق انا وضع لعب. كانت ممتعه جدا، احب هذا النوع من الالعاب لان فيها سرعه وفيها منعطفات كثير، فمن زمان ما ركبت هالالعاب. شو شايف انه ما في خوف؟ اللعبه الثانيه قررنا تكون حاجه اسمها سبيس لاب. احنا نطير مع دونت. لك هالغيمة، لك هالغيمة شو قريبة. عدي السرعة يا كابتن. ليك يا عبد الله شيل ايديك. انا اذا شلت ايدي حدخل في حالة صعبة. حاول هلا عبد الله تذكر ايام الطفولة. تصدق ايام الطفوله ما كنت اخاف. كيف كانت حلم لله هيك شغله نعملها؟ كنت وانا صغير اركب الاشياء هذه، كنت اسعد طفل في العالم، اليوم انا اتعس شخص كبير في العالم. شو عبد الله؟ نايس. ها؟ حلوه بس دوخني التخميس حق هذا. طب لا انه بس حلوه، عم بتيك عم بتطير كلها جهه الشمال كلها هيك هيك هيك. يطلع وينزل يطلع. ليه يا اخي؟ يلا بعد في عندي شغله واحده بعد نجربها انا وانت. اللي هي؟ انه مش منطق نجي على مدينه ملاهي ما نطلع بالاوتو تومبونوز نحن بنسميها. نعم؟ السيارات هذول الصغار بتسوقهم شو بتسميها انت؟ سيارات تصادم. سيارات التصادم. سيارات تصادم. يلا تعال يلا. ايوه كذا من اول، خلونا نلعب حاجه نفهم فيها. بدي راسك عبد الله. راسي؟ ايه بدي راسك. انا ابغاك كلك. لحظة شوي، خلنا نمشي على طول اول شيء. تعال. ايوه هذه اول واحدة. انا برايي اكثر حاجة ممتعة كان سيارة الصادم، لاني ظليت اصدم في عبده طول الوقت. انتقاما لكل المرات اللي سوى فيها مقالب. ايوه. انت قاعد تعمل درفت بالسيارة؟ وانا ابغى
اصدمك؟ ايوه ايوه خذ لك واحده تستاهل. يلا شيك هاند دبل دونات هيك هيك دبل دونات. انا داعس كلنا. يلا دبل دونات دبل دونات. يلا خليه 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 خليك ايه افتح وسكر. تعال حلوه منك يا دادو. مرحبا. مرحبا شباب. طبعا لقد استغربتم لماذا أنتم هنا. لقد طلبت منكم القدوم إلى هذا المكان تحديدا لأنه يذكرنا بطفولتنا. فكل التحديات في هذه الحلقة تتعلق بالأطفال. جهزوا أنفسكم وارتدوا البدلات وتوجهوا إلى موتوكروس أكاديمي لتعرفوا ما سيكون بانتظاركم. شو موتوكروس؟ موتوكروس أنا مرسوق بايك يا أخي مرسوق موتوكروس. علمك مكان يا أخي مو على بتدرفت بساعدك على حبتين. بدك تساعدني أكيد. أي لا ما عليك عندي. هذا الشيء جربته في جدة وكنت ناجح فيه. أبي أشوف الموتوكروس أكاديمي لبنان. تحمست الموضوع.